نواصل جولتنا في جزيرة كريت اليونانية لاستكشاف مسجد بجوار البحر يدعى مسجد الإنكشارية. تزداد أهمية هذا المسجد بالذات، حيث يعود تاريخه إلى عام 1645، وهو بذلك أقدم مبنى عثماني في الجزيرة، تم بناؤه لأول حاكم لخانيا يدعى حسن باشا الصغير. ويعتقد أن المسجد من عمل مهندس معماري من أرمينيا، قام بإنشاء مسجد مماثل في قرية سبانياكو المجاورة لسيلينيو. ما يزال المسجد حتى اليوم يحتوي على نقوش باللغة العربية على الجزء الخارجي، لكن لم يبق سوى القليل من الزخارف الأخرى. وهنا ما زال سبيل الماء قائما حتى اليوم. يبرز المسجد على الميناء بمبناه المربع المذهل والقبة الوردية الكبيرة والأقواس الأربعة الداعمة. يدعم الجانبان الشمالي والغربي لهذا المسجد رواقا قصيرا تغطيه ست قباب صغيرة، مما يعزز المظهر المميز لهذا المسجد. يمكننا أن نرى أن المسجد في حالة جيدة اليوم، وذلك بسبب تجديد شامل لإعادته إلى مجده السابق. فقد تم تدمير أجزاء من المسجد في القصف والاحتلال النازي لجزيرة كريت في أربعينيات القرن العشرين، حيث تم تدمير المئذنة، كما تم تدمير الحديقة الجميلة التي تضم أشجار النخيل. حين ندخل المسجد اليوم سنفاجأ بأن هذا المسجد لم يعد يستخدم للهدف الذي بني من أجله. للأسف تم تحويل المسجد إلى متحف أثري لخانيا، ومقهى ومطعم ومكتب للمعلومات السياحية، وأخيرا تم تحويله إلى مساحة للمعارض الفنية. تشكل الأسقف المقببة الجميلة مساحة مفتوحة مثالية يعرض فيها الفنانون التشكيليون اليوم أعمالهم. ما زال المسجد يحتفظ بالمحراب الخاص به، وهو المحراب الظاهر هنا في الحائط، والذي يشير إلى اتجاه مكة المكرمة، وبالتالي إلى الاتجاه الذي يجب أن يصلي جميع المسلمين نحوه.
انتهى الحكم العثماني لجزيرة كريت في عام 1897 بعد العديد من المعارك، وأعلن أن الجزيرة تتمتع بالحكم الذاتي، وأعلنت خانيا عاصمة لدولة كريت. كانت هذه الفترة الانتقالية نابضة بالحياة وغنية ثقافياً، حيث اندمجت خانيا وكريت مع تأثير أوروبا والشرق العربي المسلم بطريقة غير مسبوقة. توقف مسجد الإنكشاريين عن كونه مسجداً في سنة 1923 حين غادر آخر المسلمين جزيرة كريت أثناء تبادل السكان بين اليونان وتركيا. داخل المسجد استخدم نمط دقيق للضوء والظل لإنشاء تصميم داخلي حيوي يعكس روعة المظهر الخارجي. أدخلت العمارة الإسلامية هنا أقبية حيوية وقبابا وأعمدة واضحة. رغم تغيير الغرض منه إلى موقع لعرض أعمال الفنانين الموهوبين في خانيا، ما زال المسجد شهادة على أهميته كموقع له أهمية ثقافية غنية. مسجد الإنكشارية، المسجد الذي يقع بجوار البحر، مجرد إحدى النوافذ كي يشاهد الناس التراث الإسلامي الغني للغاية والواضحة في جزيرة كريت. فمن المعروف أن المسلمين حققوا مآثر معمارية لا تصدق، وكما نرى فإن مسجد الإنكشاريين ليس استثناءً. لقد أثبت المسلمون ببراعة إتقانهم لبناء مساحات داخلية شاسعة محصورة بقباب تبدو عديمة الوزن لكنها ضخمة. ففي هذه الفترة ركزوا على المبادئ الكلاسيكية للتنسيق والتوحيد، كما يظهر في القباب والمداخل الدائرية المقوسة والنوافذ وكذلك في المحراب. في حين أن المسجد والمرفأ ربما كان في يوم من الأيام القلب النابض لخانيا العثمانية، إلا أنه اليوم أكثر شعبية لدى السياح من السكان المحليين. لهذا السبب ما يزال مسجد الإنكشارية ومدينة خانيا القديمة يحتفظان بأهمية حيوية رغم فقدانهما طبيعتهما المركزية. مسجد خانيا، مسجد بجوار البحر، مسجد الإنكشاريين، بوتقة الانصهار الفريدة لمختلف الحضارات والقارات. إنهما يمتزجان معا ويوضحان ويحافظان
على أكثر من 3000 عام من الحياة في ظل العديد من الحضارات، بما في ذلك حضارة المينوسيين والرومان والبيزنطيين والمسلمين. هنا تلتقي العصور القديمة بالعصور الوسطى، بعصر النهضة وبالتقاليد الحديثة في هذا المزيج من الثقافة الأوروبية والشرقية. جامع الإنكشاريين في خانيا في جزيرة كريت يشهد على ثراء الحضارة العربية الإسلامية، وعلى أنها وريث وامتداد فريد للحضارات وأخذها عن بعضها البعض.